عبد الرحمن السندي تلميذ البنا وشريك عبد الناصر، الرجل الغامض بين عهدين. يعتبر عبد الرحمن السندي من أكثر الأشخاص غموضاً من الذين مروا على تاريخ مصر، فسندي الذي تتلمذ على يد حسن البنا أنهى حياته وهو أحد المقربين لعبد الناصر. اسمه عبد الرحمن علي فراج السندي، ولد بمحافظة المنيا سنة 1918 بمرض خلقي في القلب، وعاش شبابه مصاباً بمرض القلب، وتوقعت أسرته وفاته في أي وقت، لكن سندي قرر أن يقترب من الموت أكثر، فالتحق بالتنظيم السري للإخوان، وفي هذا التنظيم التقى سندي لأول مرة بجمال عبد الناصر وضباط آخرين، وكان عبد الناصر والسادات يقومان بتدريب عناصر الجهاز السري للإخوان، وكان الاتفاق بين البنا وعبد الناصر هو تدريب الجهاز السري لمقاومة الاحتلال، بل أن المستشار العقالي يقول في شهادته للتاريخ أن حسن البنا أوصى في حالة موته أن يخلفه السندي في قيادة الجماعة، وإذا رفض أو قتل يخلفه عبد الناصر، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن واغتيل البنا، وتفرق رجال التنظيم الخاص وانشق بعضهم عليه. وبعد اغتيال البنا وقف السندي نفس موقف الندية مع خليفته حسن الهضيبي وبعض كبار قيادة الجماعة، لكن السندي احتفظ بصداقاته وعلاقاته مع جمال عبد الناصر، وفي 17 يوليو عام 1953 عقد جمال عبد الناصر اجتماعاً في بيت عبد الرحمن السندي بعيداً عن أعين باقي الضباط الأحرار. كان الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على سيناريو التحرك ليلة الثورة وما يجب عمله لنجاحها. كان الاجتماع قبل 5 أيام فقط من الموعد المحدد لانطلاق حركة الضباط الأحرار في ليلة 23 من يوليو عام 1952، وقد ناقش السندي وعبد الناصر في هذا الاجتماع كل شيء بالتفصيل حتى الاسم، واعتبر نفسه شريكاً لعبد الناصر في الثورة. وفي ليلة 23 من يوليو عام 1952 استعان عبد الناصر بمئات المسلحين من رجال السندي لتأمين حركة الضباط الأحرار، لكن مع تفجر الخلافات بين السندي وبين حسن الهضيبي مرشد الجماعة الثاني أقيل السندي من التنظيم. وبالفعل أنزل السندي رجال تابعين له داخل تنظيم الإخوان لحماية البنوك والمصالح الأجنبية في مصر. نجح جمال عبد الناصر في استمالة عبد الرحمن السندي، وقام بتعيينه في شركة شل في قناة السويس، وخصص له فيلا وسيارة. وفي المقابل كشف السندي لعبد الناصر كل أسرار التنظيم الخاص وأسماء أعضائه، مما مكن عبد الناصر من اعتقال أعضاء هذا النظام. وفي عام 1962 يتحقق ما توقعه كل أقارب السندي، فيموت فجأة بسبب مرضه بالقلب، ويترك خلفه صندوق أسود من الأسرار.